بأول أيام عيد الأضحى، رئيس الوزراء يصل مدينة الأنبياء التي تئن من جراح الحرب للتأكيد على أهمية الأرض التي تكالبت عليها الأزمة من الداخل والخارج، حاملاً بزيارة التهنئة بالعيد تطلعات لمرحلة الإعمار والخدمات ليحقق مطالب أبنائها. الكاظمي شدد من الحدبة على التعاون بين السلطات، تعاون قد يأتي بالتكامل في أولى المحافظات التي غزاها أشباح الظلام وبطشوا بمعاولهم على ثرائها الثقافي والاجتماعي. أهلنا وأبناؤنا يستحقون الكثير، وقد عانوا الصعوبات، وحان الوقت لتكثيف الجهود لخدمتهم. بعد هذه الكلمة ترحب المصليون بزيارة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، داعين القوى السياسية لتحمل المسؤولية الوطنية لتغيير الواقع الذي فاقم من تداعيات التراكمات. كل العراقي محبين الحياة، وأهل الموصل كذلك محبين الحياة ولثقافة الحياة وابدأ الحياة. علينا أن نتعلم من أخطاء الماضي كي لا تتكرر، ويجب أن نهتم بالتنمية وفي صناعة إنسان عراقي يقوم بدوره في صناعة أمل عند العراقيين وفي العالم. وقبل اختتام زيارته إلى الموصل، افتتح الكاظمي شارع كورنيش أوبروي بعد صيانته وإعادة تأهيله، وتكمن رمزيته في أنه افتتح بذكرى يوم النصر التي تزامنت مع عيد الأضحى في رسالة تؤكد حب أهل المدينة للحياة وتعزز روح الأمل بغد مشرق.